سؤال: هل حدث مرة أنك كنت مخنوقاً ولم تجد شخصاً واحداً تتحدث إليه بحرية بدون أي حرج؟ نعم، في هذه الحياة نحتاج على الأقل لشخص واحد نتحدث معه بدون حواجز، شخص مهما تحدثنا له عن أشيائنا الخاصة وعيوبنا السيئة يبقى يحترمنا ولا يغير نظرته فينا، شخص لا نخاف أن ينقل كلامنا أو يحوره أو يبهره أو يضيف عليه ما ليس فينا، شخص يوجهنا للأفضل ولا يدفعنا نحو الأسوأ، لأنه بكل بساطة يؤمن بالطيب الذي فينا، شخص يجعلنا نرى النور لا عن النور والحق والأفضل يعمينا. لو لديكم مثل هذا الشخص منشنوه واشكروا الله عليه، ثم لا تنسوا أن تشكروه.